أنا نشأت فقير، والدي الله يرحمه وصاني بالناس الغلابة خيرا. أنا بتقرب إلى الله عز وجل بعمل الخير ومساعدة الفقراء، ومش عايز أي حاجة تانية الحمد لله. أنا متفرغ لعيادتي إلى أن يتوفاني الله. الدكتور محمد عبد الغفار مشالي. في سنة 1944 وتحديدا في قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاي البارود محافظة البحير، اتولد الدكتور محمد عبد الغفار محمد يوسف مشالي المعروف بالدكتور محمد مشالي أو طبيب الغلابة، وبعدها انتقل إلى طنطا محافظة الغربية واستقر هو وأسرته هناك. وفي سنة 1967 اتخرج من كلية الطب القصر العيني بالقاهرة وحاز على المركز الأول في دفعته بنسبة 99.3%، وتخصص الدكتور محمد مشالي في أمراض البطنة وأمراض الأطفال والحميات، وعمل في عديد من المراكز والوحدات الطبية التابعة لوزارة الصحة في عدد من المحافظات مختلفة. وفي سنة 1975 افتتح عيادته الخاصة الموجودة في طنطا، وتكفل برعاية إخواته وأبناء أخوه اللي توفى مبكرا وتركهم له، وده كان سبب في تأخره في الزواج. الدكتور محمد مشالي ليه 3 أولاد، التلاتة اتخرجوا من كلية الهندسة. الدكتور محمد مشالي ادى مثال كبير جدا في مساعدة الفقراء، سعر كشفه الطبي لسنوات كبيرة جدا ما تعداش 5 جنيه، وزاد في الفترة الأخيرة وأصبح 10 جنيه. وطبيعة كمان الدكتور محمد إنه مش بياخد فلوس من الفقراء، وكمان بيقدم لهم العلاج بالمجان في بعض الأحيان. الدكتور محمد بيشتغل في عيادته يوميا 10 ساعات من 9 الصبح للساعة 7 مساء، علشان يقدر خلال الفترة دي يعالج أكبر عدد من الناس اللي بيستنوه يوميا قدام العيادة بتاعته المتواضعة جدا. الدكتور محمد تفرغ تماما لعلاج الفقراء والمرضى برضا وصفاء نفسي وراحة ضمير، وده الكلام اللي قاله الدكتور محمد في أكتر من برنامج وأكتر من لقاء، إنه بيجد السعادة في علاجهم وإن هي دي رسالته الوحيدة في الحياة. وفي بعض البرامج اللي استضافت الدكتور محمد مشالي روى قصة مؤثرة جدا لطفل، القصة دي كانت من أهم الأسباب الرئيسية اللي خليته يساعد الفقراء طوال السنين اللي فاتت دي، والقصة إن كان في طفل صغير محتاج لإبرة إنسولين وأسرته فقيرة جدا ما معهاش ثمن الإبرة. معين هو اللي خلاني اتغيرت تماما، بقيت انسان. اخر حاجه افكر فيها المد، كان في شاب صغير، كان في طفل عنده 11 سنه، كل ما افتكر الحكايه دي اغير. عنده 11 سنه مريض بالسكر، فبعدين قال لامه: ماما هات لي حقنه الانسولين احسن من ده. اما سالت يا ابني: لو جبت لك حقنه الانسولين ولادك مش اخواتك مش هياكلوا، الفلوس اللي هنا على قد الاكل والشرب. فالولد راح طلع في السطوح، راح بولع في نفسه وهو بيموت. قال لها: انا موت نفسي علشان اوفر لاخواتي حق الانسولين. علشان وانا جريت عليه نادوني، جريت لقيته مصطلح في الروح والحريه ماسكه فيه، رحت جايب المصطليه وماسكه حضنه ونمت فوق حضنته بالمصطليه. طلعت روحه فين؟ وهو قال لها: انا عملت كده عشان اوفر حق الانسولين لاخواتي ياكلوا بيه. ولما سمع احد الاثرياء عن دكتور الغلابة اتبرع له ب$20,000 واشترى له عربية. لكن فارع الخير ده اكتشف لما رجع مصر ان الدكتور محمد مشالي وزع المال اللي اتبرع له بيه على الفقراء، وكمان باع السيارة عشان يشتري بيها اجهزة تحاليل تساعده في معالجة الفقراء. رفض الدكتور محمد تبرع بملايين الجنيهات، وكمان رفض تجهيز عيادة حديثة ليه في احدث شوارع مدينة طنطا وعلى احدث طراز، لكنه قبل هدية بسيطة جدا عبارة عن سماعة طبية ما يتعداش سعرها عن 80 جنيه. الهدية دي قدمها له شاب اماراتي اسمه غيث، مقدم برنامج قلب اطمئن. لا انا مش مش هتقبل من هذه العياده الى ان يتوفاني الله، وانا متوقع وانا شاكر فضلك جدا وميلك على راسي من فوق، لكن انا مش عايز. ما انا معايا، انا ممكن اعمل انا عياده، بس انا مش سايب هديه دي في منطقه شعبيه وناس غلابه وانا بخدم الغلابه وبتقرب الى الله، بتقرب الى الله بالعمل الخير والله. بس كده ومش محتاج حاجه. طيب خلينا نساعدك. تذكرت علينا كل اللي حلو، بس اهم شيء فيك مناعتك وجودك في الدنيا. انا مشكل جدا، انا متفرغ لقد ديت الى ان يتوفاني الله بعد عمر طويل. الله يرضى دخل. لكن انت انسان سعيد بالبركه ديت، شكل هديتك القيمه دي الله يبارك فيك، تشكر منك لعمل الطيب والخير. الله يبارك، شكرا جدا. شكرا. مواقف الدكتور محمد مشالي هتفضل موجودة في ذاكرة كل الناس اللي اتعاملت مع الدكتور عن قرب، ومن ضمن الشخصيات اللي اتعاملت مع الدكتور محمد عن قرب هو صاحب احدى صيدليات مدينة طنطا. الصيدلية دي موجودة في محيط عيادة الدكتور محمد.
اسم الصيدلية صيدلية الدكتور السيد سعد، راجل هو كمان وهب حياته للخير ولمساعدة الفقراء، والجميع في المنطقة بيشهد له بالعطاء والخير، وهو كمان بيقول عن نفسه ان هو احد تلاميذ الدكتور محمد مشالي في عمل الخير. الدكتور الصيدلي بيقول ان هو قابل الدكتور محمد من سنين، واتفقوا على مساعدة الفقراء من المرضى ومحدود الدخل، والدكتور محمد اتفق مع الصيدلي وقال له سنجني ثواب تلك الأعمال من الله عز وجل في الآخرة، حينما نلقى الله عز وجل بقلوب سليمة مطمئنة غير قاسية على عباده. وعلى طول بدأوا في عمل الخير، واتفقوا على رموز معينة هيكتبها الدكتور محمد مشالي على الروشتات بتاعته. الرموز دي بتبين للصيدلي ان الدكتور بيطلبه بصرف العلاج للمريض بالمجان. وطبعا معاملته هنا كان في سين ما بينه وما بينه، ان بيكتب الناس اللي هي تحت خط الفقر كان بيكتب حرفين اتنين، الناس اللي هي ما معهاش فلوس كان بياخد الروجيتا بالكامل مجانا. يمكن هو كان هنا ايه اللي حبه هنا. الله يرحمه. وفي يوم الاثنين 27/7 الدكتور الصيدلي بيحكي بيقول تلقيت مكالمة من الدكتور محمد مشالي. الدكتور محمد اخبره في المكالمة انه مريض ومش قادر يتحرك من الفراش، فراح الصيدلي للدكتور محمد مشالي ومعاه احد اصدقائهم الاطباء، وبيحكي بيقول كشف عليه الطبيب وعلق له بعض المحاليل، ولما بدأوا يحسوا ان حالة الدكتور محمد مستقرة فسابوه يرتاح ونزلوا حوالي الساعة 1 بالليل. الدكتور الصيدلي بيقول ان هو كان هيعدي على الدكتور محمد تاني يوم علشان يطمن عليه. وفي صباح يوم الثلاثاء 28/7 توفي طبيب الفقراء وطبيب الغلابة والدكتور والإنسان محمد مشالي. رحم الله من وهب حياته لمساعدة الفقراء، رحم الله من جعل من عمله أكبر باب للصدقات، رحم الله من عرف قدر العلم وأدى زكاته كما تجب، رحم الله من حزن على فراقه ووفاته الشعب العربي كله، رحم الله الطبيب والإنسان الدكتور محمد مشالي. اللهم اغفر له وارحمه وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.